العمر الرصاص داروا له المصاد ريح ما صافيش راهي بدات تفيزاد. والله يا خويا الدنيا مشكل لهنا شينيور عندنا شينيور لهيك اسمح لي وانا كنت اتاك الطوموبيل لا معليش نحيها لي وديرها لهيكا انت لا تعيي فيا هكذا درك انت يرحم في بابا شو تعمر ليسونس بصح الطوموبيل مازوت. في حلقتنا تاع نهار اليوم هاد المواطن رايحين نطيحوه في الكاميرا كاش 22 ريتلو عزيز هادي مازوت زير دقيقه زير اسلام اروح اروح اي طولي قالوا لي خرج لكم في السيستم بلي واقيلا عمر لك ليسونس واش عمرت له واش عمرت له ايسونس هادي ايسونس ما قاليش بصح قالي عمر ديرك بصح انت اللي جبت البيش طولي عمرت انا كنت نقول عمرت واحد هنا فين عمر مازوت عمر لك عمر بزاف تحكي له شريت له خلاص افتح افتح اللي راه فيها راه ما طلعش راه كان غلي في الاخر افتح الريزوار الريزوار تاعك ما يتفتح فرقو خلي نتقبوه نتقبوه ما ندخلو هذيك تاعها كيفاش خربيه هكذا انا كون خليتني عمرت روحي نضرني نعمر مش غير دخلت البومب انا فتحت انت رشدت في البوستوري ودخلت داخل كون عاقل خويا لحد الساعة مازال ما تقلقش نورمال نتقبوه والله نتقبوه وهذيك الابرو هذيك وصلها لا 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 صلتك علي يا ربي اليوم ولا كيفاه خويا فهمتوا يدير اسكاره يدير اسكاره هذا علاش هاك نفرغوا يدير اسكاره في الناس خويا انا ساوى الشاف ديالي عباك هو واش قال لي حلي انا عمرت ديرك ما قال لي لا ديازل لا ايسوس لا نورمال تعمر هكا ما يسقس عرفت عمرت هاك فرغ هاك انا عمر الناس هاك فرغ قال له ولا لا لا خويا ايه بصح يقول له تعبت قول له لا ما نهضر معاه ما تندين واحد ما يعرفش ما ديروهش دايرين واحد في البوبل ما يعرفش ما ديروهش ما كاينش يتعلم بصح ما كاينش اللي يتعلم دقيقة هذا ما كاينش مكتوبة ديازال مكتوبة يا خويا اتقبل ريزرفور اقسم بالله اتقبل ريزرفور كاين هذيك اللصقة تاع الابرو اللي فيها دو كولور هذو لصقوها ما تقدرش تفرقوا لازم تفتحوا المتحف فاهم انت كاين شينيور عندنا شينيور لهيك شينيور منك صح اسلام ما تقدرش تطبعها ثقيلة هذي عم بالك شوفوا عباك شوفوا الكاميرا ولا عديها لهيك يا ودي خلينا يرحم في بابا بصح دير لي مشكل هكذا وانا كي درت لي مشكل الطياره تاعكم في الطلبه يخرج لي درت لي مشكل وانت ندير لك مشكل برك والله غير بعدها بعدها يا اخي خلاص هكا ما كان والو وقيل رايحين حتى يوات من تحت لا لا ما تفتحش روح 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 دقيقه دقيقه هاك بيدون يقول لا لا ما تحاسب اصبر جيبوا بيدون يا اخويا دير لي مشكل لهنا هايا يا روح اخرج نهضر معاك او عيط لي سوبرفيزور روح خويا يروح نهضر معاك وكاين وكاين الحل وكاين يروح كاين الحل يا خويا راه تحوس عليا يا روح يروح جيب بيدو يروح وكاين الحل روح قاس ما تحاش يا خوك دير في مشكي والله غير روح كاين عبسه يخرجوها دوك يخرجوها راه راه هضرنا معاك دوك يجيبها دوك يجيبها يروح نهضر معاك درنا قالي صوص هنايا واش من حل لقيت اصبر نقدر واش من حل لقيت قول الحل لقيتو شنو انت رحت مازال اصبر انت رحت تفتحو ايه ودوك انت تشعل النار هنا طرطقنا البومبا اسمح لي وانا كنت اطاك الطوموبيل لا لا ما تهضرش مشكل لا لا هكا نروح نجيب بيدون وخلينا روح ليك ودفقها الاز ودي لا تعيي فيا هكذا درك انت يرحم في بابا ما تعينينيش يا خويا قلت نجيب بيدون روح جيب بيدون خليني نفرح في الارض يا خويا اسمح لنا ما تعرفش لا وقال لي شوف راني مكالمي روحي هنايا صح هو مرشي خليني نقعد مكالمي روحي خويا قلت بيدون ولا شكون معليش حبيت نقول لك حاجه تقول لي والو معليش شو وكون ديروا دركا يسير في الارض يروح جيب بيدون قلت ندير بيدون نقول هيك لا بدي تعنى لا ارواح والله غير نهضر معاك ارواح والله غير نهضر يا خويا والله مسكين خرجوه من عقله خويا العزيز خويا ما تزعفش خويا يا راح فيبا ما تهضرش معايا علاش ارحمني قال لي بيدون والله انا نفضلك والله غير تعطيك والله انا نفضلك يا الهي الله محمد رسول روح بعدني انت واش تكون انسان انت هاي تنزلت من نفسك بعدني خونا باك غلطت معاك هاك زعفان عليا غلطت معاك خلاص غلطت معايا قلت بعدني يا سيدي خلاص علاش نفقوها هنا ماشي مني حي نروحوا خاصني نهضروا لهيك قال والله منح والله غير نهضروا والله منح هاي روح تجيب الجدارميه تجيب واش حبيت علاش نجيب خاطشي انت اللي عمرتي ما عمرتش وحدي انا صبر نهضروا معاك والله غير صبر نهضر معاك روح والله نهضر معاك خلي نفرق انا تعي فيه يا ودي بدون ما يكفيش ما يكفيش بوجه هاي 500 لا فاتني 50 روح جيب يا خويا واش راح تجيب روح جيب علاش بابك نهضروا معاك والله غير نهضر معاك ما تعينيش يا خويا ولا تعيني راح في بابك انت تحب نفرقها روح جيب بيدون خليني نروح يرحم في بابا ماش دنيا عليك ودك فيها بعقلك ما ندنيهاش نطبعها هنايا دنيا ما تردي تقاري هنايا لا اله الا الله محمد رسول الله
لك هذا بنادم ولا برويطة ولا ديمارور أو يحضر معك بالعقل لفهمه وشو يقول لك قل له سانتا تزعفان دوكر ماك زعفان قل والله ماك زعفان أنا أقول لك ماش زعفان قل له وش درنا له قلنا الكاميرا كاشي طنب إيش فيها يا خويا العزيز اسمح لنا بزاف بزاف وصح فطورك أنت وكامل مشاهدينا داودي والله قال عيتني زيد عيتني خلاص ما نقدرش نهضر معاك والله قال عيتني قبلتك ولا قبلتك عيتني والله محمد رسول وناس حار رمضانكم صح فطوركم صح فطوركم صح رمضانكم صحت عيتني يعني. لا اله الا الله محمد جيبوهم للخوفه وديروا لهم الهدى نلعبوا لهم اللعبه في نهار تيغي بسلام وحسام اليوم جابوا فنان غدوه موافق وغير غدوه شوار جاي عمر ليصونص